هشام القواحي من جديد يقف على منصة التتويج في الماراثون الدولي في مدينة مراكش، لكن هذه المرة محرزا الميدالية الذهبية. يعني النتيجة ما كتجيش هي النهار ولا هذا، يعني كتجي من بعد واحد العمل شاق، والحمد لله يعني فاش كتجني النتائج راه كتكون جد فرحان، وخصوصا في المدينة ديالك، في المدينة ديالي اللي هي مراكش. وكما كنشكر يعني على جمهور مراكش اللي شجعنا طول تيرات المدار ديال الماراثون، وكما كنشكر يعني الجمهور المغربي، وكان هذا الفوز ديالي يعني لمدينة مراكش والجمهور المغربي عامة. نحو 1400 عداء شارك في الماراثون، بينهم محترفون وهواة من كلا الجنسين، ويمثلون 75 دولة من القارات الخمس. شاركوا في هذا العرس الرياضي الذي يسهم في خلق دينامية سياحية واقتصادية في المدينة الحمراء. الماراثون ديال مراكش والماراثونات بصفة عامة عندها واحد الدور كبير بالنسبة لتنشيط المدينة، تنشيط السياحة، الإشعاع، لأن كتعرفوا بعدا أولا هاد الناس اللي كاينين دابا جرا وراه تقريبا 5000 ديال الأجانب. رغم التنافس القوي بين ألمع العدائين العالميين، استطاع المغرب الظفر بأهم الألقاب والميداليات. وفي هذا السياق توجت المغربية أميمة سعود بلقب هذه الدورة بعدما قطعت مسافة نصف الماراثون في ساعة وإحدى عشرة دقيقة وعشرين ثانية. أنا بالفوز ديالي بالنسبة لأول مشاركة ليا في نصف ماراثون، والحمد لله كانوا البنات في المستوى وكان السباق تبارك الله في المستوى. مشاركون وزوار وسياح قدموا إلى قرية الماراثون للتعرف على جديد هذه التظاهرة ومتابعة مختلف الأنشطة الفنية التي أقيمت بها، والتسجيل للمشاركة في السباق الذي اختار له المنظمون مسارا جديدا هذه السنة لاكتشاف جمالية بعض معالم مراكش. محطة جديدة في تاريخ هذا الماراثون الدولي الذي حصل على اعتماد يؤهله للألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 بعد ترسيخ اسمه ضمن خريطة أهم وأكبر الماراثونات في العالم. فاطمة البكاري، الحرة، مراكش.